يسعد لي اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم. اليومي رح اعمل مربى المشمش. بتعرفوا هلا صيف وموسمه، طبعا اول شي بنغسله بنشفه ليكون نشفان وبنشيل العجوة منه. هذا المشمش كيلو ونص، بده هذا المشمش 3 كليات، بده كيلو ونص سكر. بعد ما بنفقشه بنتبله تتبيل بالكيلو ونص سكر. مقادير بكتب لكم اياها بصندوق البصل والطريقه لتطلع مظبوطه 100%. نشعل تحت على نار هاديه جدا جدا. هاي طريقه ثانيه، بنرش سكر بالصينيه، بنفقش المشمش وبنصفه فوق السكر. برجع برش سكر. برجع بذكركم 3 كليات مشمش بدهم كيلو ونص سكر. هلا رشيت لهم هيك السكر، بتركه لتاني نهار لوقت ما يطلع السائل يصير مي، وفرجيكم شو بتساوي. وبعد تاني نهار صار هيك، طلعت معه بالسكر فقر مي. هلا بدي اشعل تحته ارجع على الواطي. بضيف ملح الليمون، معلقة ما مسوحة. وهلا بدي يتعقد تستوي الفرنة. قبل ما هيك المربى يستوى هيك صار هاد الشكل. اسبرت نسكبه بمطربانات وما بصير يجي اي نقطة مي، ما بصير يتغطى المطربان ليبرد تماما، بينحط الفريزر مكان بارد جدا. وهيك رح اسكبه في صحن عشان تشوفوا لونه. وهيك طلع مربان لون طعمة، بس برد اكتر بيشد اكتر كمان، بس انا حبيت اصبر لكم اياه بهذا الشكل. رائع طعمته، رائع. لا تنسوني من اللايك. باي باي.